السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان في ناس كتيرة بتسأل على كورس ازاي الواحد يبرمج جوه الويب. ففي كورس اهوت معمول للمهندس مصطفى عماد، هو بيم جي اس اوتوميشن انجينير، في ازاي الواحد يبرمج جوه برامج بيم زي اركيد زي النكس وركس. طبعا لو عرفت تبرمج معاك فيهم فانت تفهم الفكرة وتفهم فكرة الـ API، فالموضوع بيبقى سهل وبسيط. عرفت لغة البرمجة بيبقى الموضوع أسهل. فهي عبارة عن كورس بيبقى فيه أجزاء أساسية زي الواحد ازاي يبرمج باستخدام سي شارب، ازاي الواحد يتعامل مع قواعد البيانات، ازاي الواحد يبرمج جوه الريفت، ازاي الواحد يتعامل مع الـ IFC ويدور فيه ويتعامل معاه. أتمنى أكون إن شاء الله الكورس كويس بإذن الله، وبالتوفيق دايما.